مرات كتير في حياتنا مع ربنا بنحس انه في موضوعات صعبة. هدف الحياة النضوج الروحي، المحبة، الفرح، الألم في حياتنا، قوة الغفران، أسرار الملكوت، الأكاليل ومكافآت المؤمنين. عشان كده في برنامج خلاصات هنتكلم عن بعض أهم موضوعات الحياة المسيحية بطريقة كتابية وبسيطة وعملية وفي نفس الوقت نقدر نعيشها، وده اللي خلانا سميناه خلاصات. أهلا بيكم في برنامج خلاصات. النهاردة عاوز أشارك معاكم عن دعوة عظيمة المسيح دعا عليها الناس وهو موجود على الأرض. الدعوة دي هي دعوة التلمذة. يا ترى إيه معنى التلمذة؟ ناس كتير بتسمع الكلام دوت، وممكن تكون تسمع عن برامج تلمذة أو منهج تلمذة أو بتحضر برنامج ممكن يكون برنامج ليه علاقة بالتلمذة، أو تكون هي شخصيا في مجموعة تلمذة. لكن يا ترى إيه معنى كلمة تلمذة اللي المسيح دعا الناس ليها؟ لما المسيح جه دعا الناس للتلمذة دعاهم دعوة واضحة في إنجيل متى أصحاح 11 عدد 29 و30، قال لهم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ليه المسيح كان بيقول كده؟ لأنه المسيح في الوقت دوت في الحياة اللي هو كان عايش فيها في المجتمع اليهودي كان معلم. معلم يعني إيه؟ رباي. والوقت دوت كان فيه الرباي أو المعلم بيبقى موجود في حتة والتلاميذ بتوعه بيرافقوه، وبيبقى عنده مدرسة معينة، مدرسة فكرية. المدرسة دي بتعلم عن الحياة، بتعلم عن طريقة الحياة الروحية والعلاقة مع ربنا، وبتعلم مدرسة تفسيرية معينة للعهد القديم والمنظور ليه. المجموعة دي من الموضوعات اللي هي أسلوب الحياة وأسلوب الحياة الروحية والعلاقة مع الله وفكرة الله نحو العهد القديم، كان كل معلم بيسميها النير. فالتلميذ اللي بيجي علشان يمشي ورا معلم معين كان بيحمل نيره. المسيح هنا كان بيقول للناس اللي حواليه ايه؟ بيقول لهم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. ودي اول ميزة من مميزات الانسان اللي بيدعو نفسه تلميذ. ايه هي؟ ان هو حد بيتعلم من المسيح. هو مش تلميذ لحد تاني، هو مش تلميذ لانسان على الارض، ولا تلميذ لفكر، ولا تلميذ لمنهج، هو تلميذ للمسيح. شيء تاني بيميز التلميذ انه هو بيرافق معلمه في كل حين. ليه؟ لانه التلمذة في مدرسة المسيح والحياة مع المسيح مش مبنية على منهج او مجموعة معلومات معينة انت محتاج تعرفها. المنهج بتاع مدرسة المسيح هو المسيح نفسه. عشان كده معنى ان انت تكون تلميذ هو ان المسيح معلمك، ده رقم واحد. ورقم اتنين ان انت بتدرس المسيح، يعني بتعيش ملتصق بالمسيح كل ايام حياتك. لكن الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع في تحدي. عشان كده السيد المسيح وهو بيدعو الناس ان هم يكونوا تلاميذ ليه، في وقت من الاوقات في انجيل يوحنا اصحاح 6 بنعرف انه كأنه وقف وقفة مع الناس. والوقفة دي المسيح بيوقفها معاك ومعاك النهاردة، وقفها معايا من سنين طويلة، وبيوقفها مع كل واحد بيسمع الدعوة دي. لما جه المسيح في وقت من الأوقات وعلم بعض التعليم الصعبة وقال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، في وقت كان بيعلم عن إنه الحياة ليه معناه إنه الإنسان هيختار بالكامل إن هو يتبعه، في ناس سمعت بعض تعليم المسيح في وقت من الأوقات وقالوا إن هذا الكلام صعب، من يستطيع أن يتبعه؟ ومن هذا الوقت الكتاب المقدس بيقول إنه ابتدأ كثيرون يرجعون من ورائه. فساعتها المسيح بص للتلاميذ وقال لهم جملة غريبة قوي، ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. أنتوا كمان شكلكم ممكن يكون في ناس فيكم بتفكر إنها ما تبقاش تلاميذ ليا. لكن ردوا عليه وقالوا له إلى من نذهب يا رب؟ لأن كلام الحياة الأبدية هو عندك. احنا عارفين ان احنا تلاميذ ليك، عارفين انه هيكون فيه اوقات صعبة. التلمذة تحدي. تحدي معناه ايه؟ معناه ان انت هتعيش بحسب تعاليم المسيح فقط. معناه رقم اتنين ان انت هتعيش ملتصق بالمسيح، والاهم من كده انه معناه ان انت هتختار انك تتبع المسيح وتدفع تمن تبعيتك ليه حتى لو كان التمن ده مكلف. التلمذة هوية، تلمذة اسلوب حياة. عشان كده معنى ان انت تقول عن نفسك تلميذ
ان انت ملتصق بالمسيح، ان انت عايش للمسيح، ان انت قابل تعاليم المسيح، ومش بس كده، ان انت حد عنده استعداد يدفع تكلفة تبعيتك للمسيح. ربنا يباركك ويقودك في مسيرة تلمذة حقيقية تفضل فيها تلميذ للمسيح كل أيام حياتك. ربنا يبارككم.